وبنادم في الزنقه كيدير فيا شي شوفات شي شوفات تيدير فيا بحال الا انا اللي مبزز عليه صوم. انا بغيت نعرف هادوك اللي تيغلطوا في رمضان كي تيديروا ليها. انا دات السيمانه الاولى خصني اللي تبرع عليا بالدم نشفت. وهادوك اللي كيلعبوا الرياضه قبل من الفطور كي تديروا ليها؟ اش تاكلوا باش تصحروا؟ انا هي كيفوت العصر كنبقى تنهضر بالاشاره. صراحه هاد العام يا اما رمضان ساهل يا اما ولفنا الجوع والقهر واحد من الجوج. هادوك الناس اللي كيصيفطوا ليا مصحه فطور مصحه عشاك مصحه سحور قهمتوني والله الا قهمتوني. واه بركه وكون شتو باش نتسحر يضركم خاطركم. ما فيش صحه بدلو نوعو شويه صيفطوا شي حاجه اخرى هاك 200 درهم بالصحه 300 درهم بالصحه مصحه فطور قهرتوني بالهضره. وعندي شي صحاب من نهار دخل رمضان وهما غابرين نقول مربوطين مع الشيطان. عاد خلي عليك داك خونا اللي تقول لي يلا نمشي نقضيو شي غراض يلا نمشي نجيبو هاد اللعيبه هادي يلا جر معايا تقولك لا خليني راه انا راه صايم. حنا شحطينو حنا واكلينو هضره وجع المخده انت بوحدك لي صايم دابا تقطع عليك. ايا شفت بلي داز النص في رمضان حتى واحد ما عرض عليا الفطور حتى واحد. هادي رمضان يجمعنا جمعكم الصافي ان شاء الله.